وللحديث أكثر عن مجمل الأوضاع العامة في العاصمة بغداد ينضم إلينا الزميل من هناك أرشد الحاكم. بداية مرحبا بك أرشد، ضعنا في الصورة، كيف تبدو الأوضاع لديك وبالتحديد فيما يخص حظر التجوال الوقائي؟ تفضل. أهلا بك زميلي حسن، نتواجد حاليا في منطقة العظمية وبالتحديد من واحد من الشوارع التجارية في هذه المنطقة، هو أو ما معروف لدى أهالي المنطقة هو شارع سهام. هذا الشارع ومن يعرف منطقة العظمية جيدا يدرك حجم الحركة التي كانت متواجدة في هذا الشارع طوال ساعات النهار وحتى ساعات الليل، لكن ربما ما نلاحظه الآن في هذا الشارع بالتحديد هو يعني غلق تام لهذا الشارع وغلق تام للمحال التجارية المتواجدة في هذا الشارع. أغلب أصحاب هذه المحال التجارية وجهوا نداءات عاجلة إلى الأجهزة الأمنية، إلى خلية الأزمة، إلى الجهات المعنية، يعني هنالك مطالب بأن يكون يعني مع مراعاة الظرف الصحي، مع مراعاة الإجراءات الوقائية، أهالي المحال التجارية طالبوا بأن يكون هنالك وقت معين لأجل أن تفتح هذه المحال وتعود الحركة شبه طبيعية لهذه المحال بسبب ما وصفوه من يعني ظلم كبير تعرضوا له. وأيضا هنالك عدد من هذه المحال تصل الإيجارات الشهرية إلى أكثر من 3000 دولار شهريا، وأيضا هنالك بعض المحال 1000 أو 1500 دولار شهريا. وبالتالي حتى هذه اللحظة منذ الأزمة وحتى الآن لم تعمل هذه المحال باستثناء الأسواق والصيدليات والأفران. هنالك بعض المحال ربما تحاول بين فترة وأخرى إعادة فتح أبوابها، لكن أيضا هنالك إجراءات صارمة من قبل الأجهزة الأمنية بحق من يخالف التعليمات. هنالك انتشار للأجهزة الأمنية وبالتحديد قوات الجيش العراقي في هذه المنطقة، تمنع حركة العجلات، تمنع حركة الدراجات النارية. هذا في الشوارع الرئيسية، هنا نتكلم عن منطقة العظمية وهذه المناشدات التي وصلت من أهالي منطقة العظمية وأيضا من أصحاب المحال التجارية المتواجدة في منطقة العظمية بالعودة إلى بقية المناطق في بغداد والمشهد في العاصمة بغداد. هنالك اليوم ومنذ يومين سجلت ازدحامات كبيرة جدا في أغلب السيطرات المتواجدة في بغداد وبالتحديد في جانب الرصافة من بغداد. هنالك طوابير من العجلات تتجمع أمام مداخل السيطرات في الشوارع الرئيسية. هنا نتحدث عن تطبيق حظر التجوال، هذا الموضوع غير مطبق في المناطق الفرعية، غير مطبق في المناطق الشعبية، وبالتالي هنالك تباين. البعض يرى لا جدوى من هذه الإجراءات ما دامت الحركة في المناطق الشعبية، هذه المناطق تشهد تجمعات بشرية، تشهد اختلاط، ولا يوجد أي تباعد اجتماعي، ولا يوجد أي صورة من صور حظر التجوال. بالتالي الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات ملاحقة، تقوم بعمليات اعتقال، تقوم بعمليات متابعة للمخالفين في المناطق الرئيسية، لكن نتكلم عن مخالفات كبيرة تسجل داخل المناطق الفرعية وداخل المناطق الشعبية في نعم أغلب مناطق العاصمة بغداد، بالإضافة للازدحامات الموجودة في أغلب المداخل. يعني رغم هذه الإجراءات الجامة، يعني هل هناك تعاون بين المواطنين والقوات الأمنية لإنجاح عملية حظر التجوال، يعني وبالتالي التقليل من أعداد الإصابات بكورونا؟ وهل هناك مثلا بوادر لتمديد الحظر أسبوع آخر؟ يعني فيما يخص تمديد الحظر كان القرار واضح من خلية الأزمة أنه الأسبوع المقبل سيكون هنالك رفع جزئي لحظر التجوال، وربما سيكون هنالك تعتمد ساعات. أيضا الأيام التي نعيشها الآن، يعني هذه الأيام هنالك حظر تجوال يفرض من الساعة 5 أو 6 مساء حتى 5 فجرا باستثناء الكوادر الصحية والإعلامية. في خلينا نأخذ لقطة على الشارع اللي موجود وربما نتحدث عن التعاون بين المواطنين وبين الأجهزة الأمنية. هنالك عدد من المواطنين ربما مستاء من هذه الإجراءات الأمنية المشددة، لكن هي بالتالي لسلامة هؤلاء المواطنين المتواجدين في هذه المناطق. هنالك عدد غير ملتزم من المواطنين، على سبيل المثال الصورة التي ننقلها حاليا هي لعدد من المواطنين لا يرتدون الكمامات، لا يرتدون الكفوف، لا يتخذون أي إجراءات وقائية من أجل الحفاظ على يعني سلامتهم، وبالتالي هذا ما تشدد عليه الأجهزة الأمنية، ما تشدد عليه
خلية الأزمة بضرورة أن يكون هنالك اتباع للإرشادات. أيضا نتحدث عن إجراءات صارمة من الأجهزة الأمنية، وبالتالي هنالك من يتقبل هذه الإجراءات من المواطنين وأيضا يلتزم المسكن، وهنالك من لا يتبع هذه الإجراءات، والأغلبية الذين لا يتبعون هذه الإجراءات في المناطق الشعبية هو ربما السبب الذي ولد هذا التزايد في أعداد الإصابات. أيضا دعني أشير إلى أن هنالك، وبحسب ما تحدثت الجهات القانونية في وزارة الصحة والجهات الفنية، أن هنالك استعداد لفتح معرض بغداد الدولي. قامت الجهات الفنية في وزارة الصحة بعملية إعادة تأهيل للقاعات المتواجدة في معرض بغداد الدولي، أيضا قامت بإعادة الكهرباء لهذه القاعات ونصب التباريد في هذه القاعات في خطوة لأن يكون معرض بغداد الدولي هو مكان للحجر خلال الأيام المقبلة بسبب امتلاء المستشفيات بالأعداد الكبيرة من الإصابات. أيضا ما زالت الفرق الميدانية، فرق المسح الميدانية، تتجول في المناطق لمتابعة المصابين وأيضا لمتابعة الملامسين لهؤلاء المصابين. نتحدث عن جملة من الإجراءات، جملة من الفحوصات التي تقوم بها الجهات الصحية، وهي التي ربما يعني كشفت هذه الأعداد من الإصابات والتي وصلت لآلاف حتى هذه اللحظة. وهنا يعني يطالب المواطنون أيضا مرة أخرى بأن تكون هنالك خطة أخرى يعني مساعدة الفقراء، مساعدة أصحاب الدخل المحدود، مساعدة أصحاب المحال التجارية لما تعرضوا له خلال هذه الفترة. نعم الزميل أرشد الحاكم من بغداد كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.